9/12/2013 الرستر. مرحبا يا عمو. أهلين. شلونكم؟ الحمد لله. شو عم تسوون بالبرد يا عمو بهالحي هون؟ ما شو بدنا نسوي؟ ما عندنا لا دور ولا مدارس. عم نقعد بالخيام. وين ساكنين انتو؟ ساكنين هاي دارنا هون مفجرة. هون داركم؟ من شو؟ من بالشعر قاص فيها من الكتيبة. أي كتيبة يا عمو؟ كتيبة الهندسي. كتيبة الهندسي. عم تقصف على الرستان؟ طيب شو الأوضاع بالرستان؟ عمو احكي لي شو عم يصير؟ شو عم يصير؟ بلشي ينضرب قذائف شو العنا؟ طيب الأوضاع شلون بالرستان غير القصف؟ شو في كمان؟ ما في. ليه؟ هاي كل هذا هاي الدور يعني عم يستهدفوا الدور كمان عم يضربوا عليها هاي الخشب عم نكسر ونتدفع عليه ما في ما زبطش بالرستن عمو ما في طيب شو الاوضاع المعيشية الاكل الشرب والله عم يسجلونا عاكل وعم ناكل يعني ما مثل مساعدات يعني مساعدات طيب مدارس عم تروح عليها انت ولا ما في مدارس يعني ما في تعليم بالرستن كلها ما في مدارس خالص طيب شو اكثر شيء محتاجين وشو متطلباتكم هون بالرستان نحن بس بدنا الحمد لله ما محتاجين بس بدنا المدارس بس المدارس بس ان شاء الله بين الله يا عمو ان شاء الله ترجع مدارسكم عن قريب الله يعطيكم العافيه 9/12/2013 الرستان